صباح الخير. بوستها لأنه كان دائما عندي عقدة من مديرات المدارس، بس شفت مديرة مدرسة لطيفة، شكرا لي. الدكتور صبري سيدم قال إنه معي 5 ساعات أحكي، فأنا متأسف يمكن أطول أكثر شوي، 5 ساعات ونص، 6 ساعات، مش عارف شو، عندنا وقت للمساء. وبحب أقولكم من امبارح لليوم ما أكلتش عشان البلوزة اللي جابت لي إياها نيكول، فكرت لازم نلبسها، بس مع إني ما أكلتش ما نزلتش فيا، لبستها لأختي الصغيرة كنت أجيبها بدالي، بس لما إجيت لقيتكم مش لابسينهن، فراح كل تعبي على الفاضي. وطلعتوا متأنطين وحلوين وما شاء الله عنكم اليوم، ففعلا هو جيل بنتمنى له كل المستقبل الرائع والمتفائل والمنتصر ان شاء الله. انا مع اني المتحدث الرئيسي مش حطيل عليكم، لان اكيد كل الاهالي اليوم جايين يحتفوا بجيل المستقبل ويسمعوهم شو بدهم يغيروا في واقعنا المرير، مش جايين يسمعونا احنا، وانا كمان متشوقه اسمعهم شو بدهم يقولوا. ولكن في البدايه اسمحوا لي اذا بلشنا جلستنا الرسميه اني احيي سعادة الامين العام نيكول، لانها هي اليوم الشخصية. الشخصية لهذا الحدث، واحنا اكيد يعني نطلب منها انه تأذن لنا ببداية الحديث. واحيي كل الموجودين وعلى راسهم طبعا معالي الدكتور صبري سيدم، الاخ والصديق والراعي لكل فكره متقدمه بناءه لاعطاء هذا الجيل الرائع والرائد مستقبل افضل. واحنا بنشكر الله كمان انه عندنا وزير تربيه وتعليم شاب ومنفتح وبده ايانا نتعلم مش بالطريقه النمطيه التقليديه اللي قد تعيق من التفكير اللي احنا بنحب يكون عند طلابنا. شكرا دكتور صبري، وشكرا كمان لاستاذنا وصديقنا مدير تربيتنا وتعليمنا في رام الله والبيره، لانه هيك هم الناس، بس يشوفوا الوزير بتسوي الناس الثانيين. فاحنا بدناش ننسى اليوم مدير مديريتنا الرائع اللي احنا بنفتخر فيه، اللي ايضا جعل من مديريه التربيه والتعليم في رام الله والبيره خليه نحل كما هي كانت مدارس الفرنس على سنوات طويله. بنتمنى لك التوفيق استاذ ايوب. وطبعا اليوم احنا سعيدين جدا ان يكون معنا اخونا وصديقنا اللي كمان جعل من رام الله اجمل، اخونا ابو فرح رئيس البلديه موسى حديد، شكرا لك. ومنورنا اليوم مع الكابلز الجميل تبعك ام فرح، احنا سعداء ان نكون معاكم اليوم. وخلصت ال5 ساعات وخلاص خلصنا، احنا اليوم سعيدين ان نكون هان بينكم لمحاكاة الامم المتحدة في جلسة ان شاء الله بتكون وورش رائعة. خلاص خلصنا المزح، بلش الجد هلا. إذا بتسمعي أي واحد بيحكي بتتركي له بالمطرقة تبعتك. احنا اليوم في واقع مرير، ولكن سعداء جدا ان نكون اليوم في هذا النموذج الرائع والمتميز، واللي كل سنة بكون أفضل إن شاء الله بخبرات الطواقم الرائعة اللي هي أعطت هذا الجيل الفرصة. وأنا جدا كنت سعيدة لما حكى الأستاذ ولما حكت المديرة إنه هم بيفخروا في هذا الطاقم، بيعربوا عن سعادتهم في الأفكار اللي عندهم، في العمل اللي بيعملوه، وإن شاء الله إن شاء الله إنهم راح يكونوا دبلوماسيين رائعين ورائدين من أجل قضيتنا الفلسطينية. اليوم إحنا بنحاكي الأمم المتحدة اللي بنتمنى إنه تكون دائما منصفة لقضيتنا العادلة، وأنا بحكي لكم أنا كان للشرف إني أكون في الأمم المتحدة عندما تم التصويت لفلسطين كعضو مراقب، وإن شاء الله أنتم بتكونوا لما يتم التصويت لفلسطين كاملة العضوية والسيادة. كمان كنا فخورين جدا لما تم رفع علم فلسطين في هذا المنبر الدولي، والبعض حاول انه يقلل من هذه الأهمية، ولكن
نعلم تماما وتعلموا وان شاء الله بنتعلم منكم شو يعني العمل الدبلوماسي وشو يعني الجهود الدبلوماسية اللي بكون فيها سيادة الرئيس محمود عباس من اجل انها تضل فلسطين دائما قضية اولى في العالم حتى تكون ان شاء الله في مصاف الدول كاملة السيادة وهي عضو كامل. فانا بترك تماما وانا هون ان انتم بتعرفوا شو يعني العمل الدبلوماسي اللي بكون في سيادة الرئيس. وعدتكم اني ما اطولش عليكم ومش رح اطول عليكم لانه بدنا نسمعهم شو بدهم يحكوا. بنتمنى ان شاء الله قريبا جدا ان نعمل محاكاه لقصه النصر وقصه التحرر اللي رح تكون في فلسطين، ويبقوا الاجيال القادمه اللي بعدهم بيعملوا محاكاه للنصر والفرح والانتصار، ويكون ان شاء الله في القدس عاصمه محرره لدولتنا الفلسطينيه. اليوم احنا بنتعلم منكم وان شاء الله قريبا رح تكونوا انتم تعلموا الاجيال الفرح والامل والانتصار. شكرا مره ثانيه لمدارس الفريندز، شكرا للاهالي اللي هم كمان بيعززوا ثقه الطلاب في نفسهم، شكرا مره اولى وثانيه وثالثه وزاره التربيه والتعليم ومديريتنا الرائعه، وشكرا لبلديه رام الله اللي دائما بتحاول تحط التعليم اول اهدافها. وكان عندنا اول مدرسه ذكيه رام الله الثانويه، ولن تكون للبنات ولن تكون الاخيره ان شاء الله. ان شاء الله دائما بنكون في مصاف الدول المتقدمه اللي احنا بنيناها كفلسطينيه، وان شاء الله قريبا بتكون لنا دولتنا الفلسطينيه المستقله اللي بتجمع كل شبابنا، ويومها بننشد نشيدنا فدائي وبننشد موطني، وبنترحم على شهدائنا اللي رووا بدمهم ارض فلسطين وكانوا دفعوا حياتهم من اجل ان نحيا بحريه. من هون من رام الله كل التحيه من كل الموجودين لاسرانا الاحبه الشهداء الاحياء اللي ضحوا باجمل سنوات عمرهم من اجل ان نحيا بحريه، كل التحيه للجرحى بنتمنى لهم الشفاء، كل التحيه للمبعدين وبنتمنى لهم العوده، وكلنا بنتمنى للامهات الصبر، وبنطبع كبلة على جبين كل ام شهيد وكل ام اسير وكل ام مصاب، ومن كلهم مهما عملنا لفلسطين مش رح نضحي زي تضحياتهم. محبتي لكم، ورح نلقي ان شاء الله بالنصر والتحرر في القدس العربيه عاصمه محرره لفلسطين.